السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اقرب الكويكبات من كوكب الارض. بعد كده معانا فيجي، تم الاكتشاف سنة 1991 وبتبعد 1.27 من 1000 وحدة فلكية، ومكونة من كويكبات ابولو وارجونا. بعد كده معانا سي جي 9، تم الاكتشاف سنة 1999 وبتبعد عن الشمس 1.61 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو وارجونا. بعد كده معانا كاستاليا 4769، بتبعد 1.63 من 1000 وحدة فلكية عن الشمس مش عن الارض، ومكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار الزهرة والمريخ. بعد كده معانا AS1، تم الاكتشاف سنة 2004 وبتبعد عن الشمس 1.70 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ابولو. بعد كده معانا XR2، تم الاكتشاف سنة 1997 وبتبعد عن الشمس 1.77 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ابولو. بعد كده معنا إيكاروس 1566، وبتبعد عن الشمس 1.78 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار عطارد والزهرة والمريخ. بعد كده معنا بيكاس 2063، وبتبعد عن الشمس 1.78 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار الزهرة فقط. بعد كده معنا كيو كيو 47، تم الاكتشاف سنة 2003 وبتبعد عن الشمس 1.85 من 1000 وحدة فلكية. خدوا بالكم، كل البعد عن الشمس مش عن الارض، زائد ان هي بتتكون من كويكبات ابولو. بعد كده معنا MN، تم الاكتشاف سنة 2002 وبتبعد عن الشمس 1.815 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي بتتكون من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ فقط. بعد كده معنا ثيو 11، تم الاكتشاف سنة 2002 وبتبعد عن الشمس 1.22 من 100 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ فقط. بعد كده معنا كي واي 26، تم الاكتشاف سنة 1998 وبتبعد عن الشمس 1.232 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ابولو فقط. بعد كده معنا XG7، تم اكتشافها سنة 2003 وبتبعد عن الشمس 1.243 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار الزهرة والمريخ. بعد كده معنا جيوغراسوف 1620، وبتبعد عن الشمس 1.245 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا فاثون 3200، وبتبعد عن الشمس 1.271 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار عطارد والزهرة والمريخ. بعد كده معنا إيتوكاوا 25143، وبتبعد عن الشمس 1.324 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معانا دي بي 107، تم اكتشافها سنة 2000 وبتبعد عن الشمس 1.366 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا تورو 1685، وبتبعد عن الشمس 1.367 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا XF11، تم اكتشافها سنة 1997 وبتبعد عن الشمس 1.443 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار الزهرة والمريخ. بعد كده معنا ايروس 443، وبتبعد عن الشمس 1.458 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات امور اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا AN10، تم اكتشافها سنة 1999 وبتبعد عن الشمس 1.459 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار الزهرة والمريخ.
بعد كده معنا نيريوس 4660 وبتبعد عن الشمس 1490 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا اس كيو 222 تم اكتشافها سنة 2003 وبتبعد عن الشمس 1505 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار الزهرة والمريخ. بعد كده اللي في منطقة نفوذ المريخ وحزام الكويكبات الرئيسي هيرمس 69230 تبعد عن الشمس 1654 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا ده 1950 تبعد عن الشمس 1698 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا SY50 تم اكتشافها سنة 2002 وبتبعد عن الشمس 1706 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا NT7 تم اكتشافها سنة 2002 وبتبعد عن الشمس 1735 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا ميداس تم اكتشافها سنة 1981 وبتبعد عن الشمس 1776 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا ماك اليف 3352 تبعد عن الشمس 1879 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات امور اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا سيزيفوس 1866 وبتبعد عن الشمس 1894 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا امور ودي بتبعد عن الشمس 1920 من 1000 وحدة فلكية، وهي كويكبات امور اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا NYX 39.08 وبتبعد عن الشمس 1926 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات امور اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا كونو 41.83 وبتبعد عن الشمس 1982 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا NY40 تم اكتشافها سنة 2002 تبعد عن الشمس 2.47 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده الكويكبات القريبة من الارض اللي في حزام الكويكبات الرئيسي اولجاتو 2201 وبتبعد عن الشمس 2.172 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا ميثرا 4486 وبتبعد عن الشمس 2.204 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا WN 15 تم اكتشافها سنة 2001 وبتبعد عن الشمس 2.275 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار عطارد والمريخ. بعد كده معانا ميرفث 4197 بتبعد عن الشمس 2.3 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معانا ML14 تم اكتشافها سنة 1998 وبتبعد عن الشمس 2.417 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا UV13 تم اكتشافها سنة 2000 وبتبعد عن الشمس 2.432 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا كوليفكا 6489 تبعد عن الشمس 2.497 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا PD43 تم اكتشافها سنة 2002 وبتبعد عن الشمس 2.516 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معنا توتاتس 41.79 تبعد عن الشمس 2.522 من 1000 وحدة فلكية،
زائد ان هي مكونه من كويكبات ابولو واليندا اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معانا اي تي، تم الاكتشاف سنه 2001 وبتعبر عن الشمس 2.58 وحده فلكيه، زائد ان هي مكونه من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معانا البرت 719، البرت 719 وبتبعد عن الشمس 2.634 وحده فلكيه، زائد ان هي مكونه من كويكبات امور اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معانا غانيميد 10.36 وبتبعد عن الشمس 2.661 وحده فلكيه، زائد ان هي مكونه من كويكبات امور اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معانا ويلسون هارينجتون 40.15 وبتبعد عن الشمس 2.639 وحده فلكيه، زائد ان هي مكونه من كويكبات ابولو ومذنب دوري بيعبروا مدار المريخ. بعد كده معانا جي ام 8، تم الاكتشاف سنة 1999 وبتبعد عن الشمس 2.708 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده معانا جي ان 13، تم اكتشافها سنة 2004 وبتبعد 2.869 وحدة فلكية عن الشمس طبعا، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار المريخ. بعد كده الكويكبات القريبة من الارض اللي بين زحل واورانوس اكس اس 35، تم الاكتشاف سنة 1999 وبتبعد عن الشمس 17.915 وحدة فلكية، مكونة من كويكبات داموكلودي وابولو بيعبروا مدار المريخ والمشتري وزحل واورانوس ونبتون. بس وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.